20,000 كيلومتر من الأنابيب لنقل المحروقات و 82 محطة ضخ مجهزة ب 372 آلة و 127 مركز تخزين البترول والمكتفات. 2 مراكز للإدارة والتوزيع، الأول بحسير مل للغاز والثاني بحوض الحمراء للبترول والمكتفات. 3 أنابيب تربط الجزائر، 3 أنابيب تربط الجزائر بأوروبا، واحد نحو إيطاليا عبر تونس الشقيقة، الثاني نحو إسبانيا عبر المغرب الشقيق، وثلاث نحو إسبانيا والثالث نحو إسبانيا مباشرة.